السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي أناليتيك دو سيمستر 3، سي لا بارتي نيميرو 6. ألوغ اليوم غيكون هو الإبيزود الرابع ديال لي شارج دو لا كونطابيليتي أناليتيك، الكالكي دي شارج دو لا كونطابيليتي أناليتيك. دونك ديجا شفنا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، لي شارج نو انكوربورابل و لي شارج سيبليتيف. ألوغ بقى لنا آخر حاجة هما لي شارج دو سيبسيسيون، حيت قلنا في العلاقه اللي كنخدموا بها بور كالكي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك كناخذوا لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، كنقصوا منهم لي شارج نو انكوربورابل، كنزيدوا لهم لي شارج سيبسيتيف. هادو كلهم عرفناهم كيفاش كيتحسبوا، بقى لينا هاد لي شارج دو سيبسيسيون ولا لي شارج كالكي اللي هما كيتزادوا ولا كينقصوا. الوغ اليوم ان شاء الله غنعرفوا هاد لي شارج دو سيبسيسيون. Les charges de substitution. يعني ديال تعوضوا شي حاجة ولا كيتسموا شارج كالكولي. الو les charges de substitution شنو هما؟ دونك sont des charges entre وما راه كاين في لا كونطابيليتي جينيرال، sont des charges entre dans le calcul du coût. يعني كندخلهم في الكونتابيليتي اناليتيك، ملي كنقول كالكيل دو كو يعني في الكونتابيليتي اناليتيك، دون لو كالكيل دو كو بور ان مونطون ديفيرون ا سولوي انريجستري celui enregistré dans la comptabilité générale. Il y en a les charges de substitution ou les charges calculées, ou ce sont des charges de la comptabilité générale. Les hommes, les amortissements, les provisions, ou les charges d'abonnement, ou les charges de remplacement, maintenant il y a le stock. Alors, هاد لي شارج راه كاين في لا كونطابيليتي جينيرال، غير هما في لا كونطابيليتي اناليتيك ما كناخذهم نفس المونطون اللي كاين في لا كونطابيليتي جينيرال، يعني كناخذهم بواحد المونطون ديفيرون. يعني هاد لي شارج كندخلوهم في الكالكيل ديال ليكو، كندخلوهم في الكونطابيليتي اناليتيك بواحد المونطون هو ديفيرون على المونطون انريجستري دون لا كونطابيليتي جينيرال. شنو هو لوبجيكتيف؟ لوبجيكتيف ولا لو بيت هو انه باش نحدو واحد لوكو ايكونوميك، يعني واحد لوكو يكون هو اكزاكت. حنا بغينا ريزلتا ديتاي في لا كونطابيليتي اناليتيك، بغينا ريزلتا اللي كتساعدنا نعرفو لا رونتابيليتي، ريزلتا اللي كتساعدنا في لا بريز ديسيزيون. دونك الوغ هاد لي شارج ما كندخلوهمش المونطون كاملين ديالهم، كندخلوهم غير بواحد المونطون ديفيرون بلا داك المونطون اللي كاين في لا كونطابيليتي جينيرال. باش تفهمو مزيان نشوفوا الانواع ديالهم. اول شارج هما لي شارج ديزاج، شارج ديزاج النوع الاول فيهم هما لي شارج ديزاج. هاد لي شارج ديزاج راه بور لامورتيسمون، بور لي دوتاسيون دامورتيسمون، بور امورتيسمون. الو كنعرفوا بان لي دوتاسيون d'amortissement ou l'analyse d'amortissement qui est sur la comptabilité générale selon des critères les humains à la biais juridique donc c'est un de la fiscalité had yani en had les amortissements mais mkish en en nstamlo les montants ديالهم في la comptabilité analytique. علاش حيت la comptabilité analytique nous بغينا واحد الريزلتات اللي هي اكزاكت، بغينا واحد الريزلتات تكون ديتايي، بغينا واحد بنفس الوقت لوكو ايكونوميك يعني داكشي فغي، يعني واش هاد لي مونطون ديال لامورتيسمون كفيناش ما كفيناش. الوغ داكشي علاش كنعتمدو على الكالكيل ديال لي شارج ديزاج. الوغ يعني ما كناخدوش لي شارج دامورتيسمون بلي مونطون ديالهم، كنمشيو كنحسبو لي شارج ديزاج. يعني بلاصة ما ناخدو، حيت دابا في الكالكيل ديال لامورتيسمون كناخدو لا فالور دوريجين، بلاصة ما ناخدو لا فالور دوريجين كنخدمو بلا فالور اكتويال، يعني لي بري دو مارشي اللي كتسمى لا فالور ديزاج.
et aussi بلا ما ناخذوا لا ديوري دو في كناخذوا لا ديوري ديزاج يعني كنحسبوا شارج ديزاج. ها كيفاش كيتحسب شارج ديزاج؟ شارج ديزاج كناخذوا الفالور ديزاج هي لا فالور اكطويل لا فالور دو مارشي وكنقسموا على لا ديوري ديزاج. هكا كنحسبوا شارج ديزاج. ولكن ردوا البال راه ماشي شارج ديزاج داكشي اللي خرج ليا هو اللي كندخلو كنزيدو ولا كنقصو في لي شارج باش نحسب لي شارج. ولا انا كنحسبوا لا ديفيرونس دانكوربوراسيون. ديفيرونس دانكوربوراسيون هو اللي كيدخل ديفيرونس دانكوربوراسيون. كيفاش كتحسب ديفيرونس دانكوربوراسيون؟ كناخدو شارج ديزاج اللي حسبنا ناقص هذاك الدوتاسيون دامورتيسمون. الدوتاسيون العاديه دوتاسيون دامورتيسمون يعني كنحسبوا لامورتيسمون بصفه عاديه اصلا كيعطيوهم لكم في التمرين. المهم هكا كنحسبوا يعني هاد ديفيرونس دانكوربوراسيون هي اللي كتزاد ولا كتنقص هي لي شارج دو سيبستيتيسيون. داكوغ ناخذوا اكزامبل مثلا عندنا واحد الماتيريال ايون لي كاركتيريستيك سميو باغ اكزامبل لا فالور دوريجين كتساوي باغ اكزامبل 100000 درهم هادي لا فالور دوريجين ديالو. باغ اكزامبل دات داكيزيسيون فاش تشرا دات داكيزيسيون هي واحد ان ناقص نقولو ناقص ربعة ان ناقص ربعة يعني قبل ربع سنين. ديوري دو في يعني لامورتيسمون فيسكال ديوري دو في ديالو هي 10 سنين حسب لا فيسكاليتي. لو مود لينيير ضروري من لو مود لينيير ولا كونستون. بالنسبة لا فالور ديزاج يعني فالور اكتويل فالور اكتويل هي لا فالور ديزاج اللي هي باغ اكزومبل 220000 درهم هي لا فالور ديزاج يعني فالور اكتويل يعني مثلا حنايا كاينين في لو 30 تاع 12 ان حنا في هذا الوقت هذا لو 30 تاع 12 ان داكوغ. مثلا ديوري ديزاج ديوري ديزاج هي 7 ans. عطاونا هاد لي زانفورماسيون. السؤال قال لك حسب ليا لا ديفيرونس دانكوربوراسيون لي شارج دو سيبستيتيسيون. الوغ اول حاجة نحسبوها هو نحسبو الدوتاسيون دامورتيسمون عادية هادي بحال اللي كنتو كتخدمو عادية اللي كنخدمو بها في لا فالور دوريجين و لا ديوري دو في. ها لا فالور دوريجين هي 100000 و لا ديوري دو في 10 سنين حيت مود لينيغ مود لينيغ راه باينة كنشدو ديريكتومون لا فالور دوريجين ونقسمها على لا ديوغي دي في ديريكتومون مود لينيغ عطاتيني 10000 درهم. دونك هادي هو دوتاسيون لينيغ. الوغ باش ميكونش عندنا مشكل ديال الفاصلة نديرو هنايا 210000 باش ميكون عندنا مشكل ديال الفاصلة. غنحسبو دابا شارج ديزاج وين بحال هكا كيعطو. ولكن شوفو راه ما غاديش تحسبوا هاد الشارج دو سيبستيسيون شارج ديزاج حتى يقول لكم هاد ديزانفورماسيون ما عطاو لكم ما ديروا حتى شي حاجه. دونك باش نحسبوا الشارج ديزاج قلنا كناخذوا لا فالور اكتيال فالور ديزاج وكنقسموها على ديوري ديزاج 7 عطاتينا 30000. الا دابا راه ما غاديش نشد هاد 30000 ونعتبر هي شارج دو سيبستيسيون لا غنحسب ديفيرونس دانكوربوراسيون هو اللي كيدخل داك لا ديفيرونس. حيت علاش؟ حيت هاد 10000 راه ديجا دخلناها في الكالكول ياك حنا غادي نزيدو غير داكشي اللي خصو يتزاد. شحال خصو يتزاد؟ خصو يتزاد 20000 دانكوبوغاسيون. غنشدو شارج ديزاج 30000 ناقص دوتاسيون عطاتينا 20000 20000. دابا هادي شوفوا إشارة ديالها بليس داكشي علاش قلنا بليس او موان يعني مجابة
ديفيرونس دانكوربوراسيون هكا كنديرو دكوغ. هذا هو شارج ديال. نشوفو النوع الثاني ديال لي شارج دو سيبستيتيسيون هو شارج ايطالي، حاجه كتسمى شارج ايطالي. هذا كيكون بور لي بروفيزيون، بور لي بروفيزيون. الوغ لي شارج ايطالي نفس الحاجه بالنسبه لي زامورتيسمون. دابا لونغيستخومون ديال لي دوتاسيون اون بروفيزيون اون كونطابيل جينيرال توجور كيكونوا اسباب اللي هي جيريديك، داكشي يعني فيسكال. لوبجيكتيف ديما فيسكال هو اننا نقصوا لامبو. باغ كونطخ في لا كونطابيليتي اناليتيك كيكونوا عندنا دي زوبجيكتيف لي اون بيغمون ايكونوميك، يعني بور كالكيلي لي كو. الوغ يعني عندنا هادوك لي بروفيزيون لي مونطون ديالهم لي دخلناهم في لا كونطابيليتي جينيرال ما غاديش يكون نفس المونطون في الكونطابيليتي اناليتيك، داكشي علاش كنحسبو لي شارج ايطالي. دونك هادو هما لي شارج ايطالي. يعني باغ اكزومبل عندنا واحد لونتربريز هما دولا قليل فاش كتكون في التمارين، يعني قليل فاش كتلقى شي تمرين، غير الا عطاوكم مثلا واحد المونطون ديال الدوتاسيون او بروفيزيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال وجاو قال لك مثلا بان لونتربريز كونستيتي واحد لا بروفيزيون بنفس نفس الـ نفس الاليمون، واحد البروفيزيون بواحد المونطون مغاير. داك المونطون مغاير راه هو شارج ايطالي، داكوغ؟ داك هو شارج ايطالي. الوغ كناخدو داك ديفيرونس انكوربوراسيون، فرق بيناتهم شارج ايطالي ناقص دوتاسيون دو بروفيزيون، البروفيزيون الحقيقية، باش تعطينا ديفيرونس انكوربوراسيون راه هو داك شارج دو سيبسيون. مثلا ان اونتربريز doit normalement constituer une provision pour une charge, une provision pour charge, une charge de 100 000 dirhams. Et ni réellement ou normalement ça c'est 10 000 dirhams. Mais en comptabilité générale, d'abord la charge étalée ou ouais, charge étalée. Mais en comptabilité générale, la dotation aux provisions pour cette charge est 60 000 dirhams. Le comptable général est là, comptabilise la reste un dirham. Il y a une charge étalée, charge Z. Donc, on a la magie de 2 000 dirhams. Il y a la dîme de chloraf les charges de subsidie. Non, différence d'incorporation. Il y a une différence d'incorporation. Différence d'incorporation qui fait ce qui est possible. Différence d'incorporation. كنشدو الشارج ايطالي، يعني هذاك البروفيزيون الجديده اللي عطاونا ناقص الدوتاسيون البروفيزيون اللي عطاونا، يعني ناخدو 100 ألف ناقص 60 ألف عطاتينا 40 ألف. هذا هو الشارج دو سيبستيتيسيون اللي غنزيدو، حيت بوزيتيف راه ممكن يكون العكس، يكون ناقص داكشي اللي قلنا بلوس او موان. دابا هذا هو شارج دو سيبستيتيسيون. الوغ نشوفو شارج دابونمون. تالت كاين شارج شارج ديزاج، شارج ايطالي، شارج دابونمون. كيما قلت لكم هادو راه قليل فاش كيكونوا في التمارين، ولكن مزيان تعرفوهم. ولا شارج ابوني ولا شارج دابونمون، بحال بحال نقولو شارج دابوني ولا شارج دابونمون. الوغ بالنسبه لهاد لي شارج دابونمون كنعرفو بان لا كونطابيليتي جينيرال كيكون فيها البيريود مثلا ديال كيلكو شارج كيكون فيها كيكون بلي لونغ كو لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني مثلا كتلقى مثلا واحد البريم داسيرونس ولا مثلا واحد لوايي باغ اكزومبل
كيكون واحد لا ديوري ديالو كبيره، مثلا 6 موا ولا بحال هكذا. وكنجيو حنا مثلا لا كونطابيليتي اناليتيك كنلقاو ان لا بيريود اي بلي كور، كنلقاو لا كونطابيليتي اناليتيك كنحسبوا الكو ديال الشهر، يعني كاين واحد المشكل ديال لا بيريوديسيتي. دونك هاد لابونمون ولا لابونمون دي شارج، لابونمون دي شارج ولا لابونمون بيرمي دانتيغري او كو دي شارج انكوربورابل، يعني شارج انكوربورابل او كونطابلي جينيرال selon une période différente à celle de leur apparition. يعني كناخذهم بواحد لا البيريود، المهم هادشي راه ديما كنشوفو، راه ديجا هضرنا عليها لي شارج دابونمون، راه كنخدمو بيهم في ما درت لكم لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال دخلتهم، يعني كناخذو على حساب لا بيريود. انا ديريكت من الاول كندخلهم يعني بلا ما نسميتو، يعني اي واحد مثلا ما دخلش بلا بيريوديسيتي ما خداش بعين الاعتبار في الكالكيل ديال لي كو، في الكالكيل ديال لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال من الاول، راه خاصو يدخل لي شارج دابونمون. لي شارج دابونمون هما هادو، يعني مثلا كيعطونا ان شارج باغ اكزومبل، مثلا شارج اللي هو تريمستريال، ولكن حنايا في لا كونطابيليتي اناليتيك خدامين مونسيال، دونك خصني نحول هاد الشارج لشارج مونسيال. مثلا عطاونا باغ اكزومبل مثلا ان شارج دو لوكاسيون تريمستريال، تريمستريال دو باغ اكزومبل 9000 درهم، داكوغ. الوغ حنا عندنا لونتربريز اورغانيز اون كونطابيليتي اناليتيك مونسيال، يعني خاصنا ندخلو غير داكشي اللي كيخص هذاك ان موا، يعني ندخلو غا 3000 درهم الى دخل، يعني نشدو شارج دابوني عشاوي هاد 9000 نقسمو على 3، دونك نشدو شارج دابوني، شارج دابونمون عشاوي 9000 نقسمو على 3 تخرجنا 3000. دابا 3000 هي هذيك لا ديفيرونس دانكوربوراسيون لي غيدخل عندنا. وكاين واحد النوع اخر كيتسمى الفالور دو رومبلاسمون، الفالور دو رومبلاسمون يعني مثلا كيقول لك مثلا واحد باغ اكزومبل واحد ماتيير بروميير لو كوغييل ديالها، لو كوغييل ديالها هو هذا، اصلا عطاونا حنا داك لو كو ولا القيمه ديال الماتيير بروميير من قبل، عطاونا لو كوغييل ديالها. دونك كاين واحد لا ديفيرونس دانكوربوراسيون، هذاك لا ديفيرونس دانكوربوراسيون كيدخل، يعني كنشدو فالور دو رومبلاسمون ناقص فالور دو اوريجين كتسمى فالور دو رومبلاسمون. كاين وحده اخرى كتسمى فالور دو رومبلاسمون، ولكن كما قلت لكم الاكثريه ما كتلقاوش هادشي في التمارين، غير درتهم لكم صافي. هنا كناخذو ديفيرونس دانكوربوراسيون، ديفيرونس دانكوربوراسيون كناخذو فالور دو رومبلاسمون حتى يعطيو عليكم في التمرين ناقص الفالور دوريجين. المهم هادشي كلشي ان شاء الله راه نخدمو دي زيكزيرسيس دي زابليكاسيون غنشوف هادشي كلشي. دابا سالينا بارتي تو الكور الشرح ديال هاد الشابيتر ديال لي شارج ولا كونطابيليتي اناليتيك، شرحنا لي شارج ولا كونطابيليتي جينيرال، لي شارج نو انكوربورابل، لي شارج سيبليتيف و لي شارج دو سيبستيتيسيون. الوغ à partir de la partie j'ai inchallah على غادي نخدموا des applications d'accord. pour les étudiants intéressés par les cours de soutien à distance حيت كيصيفطوا لي بزاف لي بغيت تسجل ها هو نيميرو واتساب صيفط فيه ميساج باش يقدر يتسجل معنا. alors هادشي اللي عندنا pour la séance d'aujourd'hui. نتمنى انكم استفدتوا من الاكسبليكاسيون، شكرا للمتابعه ديالكم والى اللقاء.